مليون دولار وراء محاولة اغتيال الرئيس مبارك. لماذا وافق الرئيس السوداني البشير على اغتيال الرئيس المصري في أديس أبابا في 26 يونيو 1995؟ في الواقع أن محاولة البشير كانت فاشلة التي تعرض لها الرئيس المصري السابق حسني مبارك على يده ومجموعاته الإخوانية، والذي كان يمول هذه الجماعات الإرهابية. ويذكر أن أفراد الجهاد الإسلامي استغلوا حضور الرئيس مبارك مؤتمر منظمة الوحدة الإفريقية بأثيوبيا للقيام بعملية الاغتيال المزعومة. وحسب تصريحات حسين شميط والمتهم بمحاولة اغتيال مبارك في 26 يوليو عام 1995، بعد أن وصل عدد الإسلاميين المعتقلين في عهد مبارك إلى حوالي 60,000 شخص كما يقال أو كما يدعون، قرر شميط التخلص هو وزملائه من مبارك بمساعدة الرئيس السوداني عمر البشير. ويذكر أنه بعد فشل محاولة الاغتيال هرب شميط إلى أفغانستان، ومنها إلى إيران، ثم إلى باكستان، وأخيرا السودان، وقرر بعد ذلك أن يهرب إلى أثيوبيا، وذلك خوفا من مطاردة السلطات المصرية. كان شميط قد حكم عليه وثلاثة آخرين من أعضاء الجماعة الإسلامية بالإعدام بتهمة محاولة اغتيال مبارك، وبعضهم يقضون عقوبة السجن في أثيوبيا، ولم ينفذ عليهم حكم الإعدام. المخطط السوداني لاغتيال حسني مبارك. تم تكوين لجنة لعملية اغتيال مبارك برئاسة وزير الخارجية السوداني علي عثمان محمد طه، ومعه نافع علي نافع مدير جهاز الأمن الخارجي السوداني، وكذلك نائب له هو مطرف صديق، ده نائب مدير جهاز الأمن الخارجي وعضو لجنة الاغتيال، بالإضافة إلى المقدم صلاح عبد الله قوش مدير إدارة العمليات بجهاز الأمن الداخلي السوداني اللي كان مقرر للجنة الاغتيال، ثم العقيد نصر الدين محمد أحمد مدير إدارة العمليات بجهاز الأمن الخارجي وعضو باللجنة، وكمان الأخ عوض أحمد الجاز مسؤول الجناح العسكري بالتنظيم، وبرضه ده كان عضو بلجنة الاغتيال المزعومة. خطة اغتيال مبارك. قام صلاح قوش بوضع الخطة بأن تكون عملية الاغتيال بواسطة الجماعة الإسلامية بمصر ومساعدة سودانيين، وهتكون العملية في شارع بولي بأديس أبابا، وهو شارع رئيسي ويوجد به مقر الاتحاد الأفريقي في هذا الشارع، وهيتم استئجار مبنى بجوار الصينية الرئيسية في ذلك الشارع، وتكون عملية إطلاق الرصاص عند وصول عربة الرئيس للصينية، حيث أن السيارة دايما بتخفف من سرعتها عند الصينية، ويتوقع قوش أن العربية هتكون مصفحة، لذلك قرر قوش إرسال أسلحة مضادة للدروع زي الـ RPG، ويكون الإمداد وتهريب السلاح للعملية بواسطة الوكالة الإفريقية للإغاثة. وبالفعل تم إحضار المنفذين للعملية اللي هم أعضاء الجماعة الإسلامية من مدينة بيشاور في أفغانستان طبعا، بواسطة مصاريف تذاكر وما إلى ذلك تم صرفها لهم من رابطة العالم الإسلامي، تخيل.
تخيل الكلام ده، ربطت العالم الإسلامي كان بتورطها بده. وعند وصولهم اللي هي الجماعة المتطرفة دي للسودان، أقاموا بمنزل مين؟ بمنزل وزير الخارجية علي عثمان محمد طه في مدينة الرياض اللي هي السودانية، وعقدت كل المجموعة اجتماع حضرته اللجنة اللي هي المنفذة لعملية الاغتيال مع الأشخاص المنفذين للعملية، وشرح لهم المقدم صلاح قوش الخطة وطريقتها والمداخل والمخارج وما إلى ذلك. بعد ذلك بقى ذهبت المجموعة إلى مزرعة بمدينة سوبا. مدينة سوبا دي سودانية بتتبع مين؟ أسامة بن لادن، واخد بالك، لتمثيل الخطة هناك بقى على الأرض والتدريب عليها. وهذه سميت مرحلة التجربة في العمل الاستخباري، حيث يتم تمثيل الخطة على أرض الواقع بحيث أنها تكون مشابهة للخطة الأصلية لمعرفة أي ثغرات ممكن تحدث فيها ويمكن تلاشي هذه الثغرات إيه في العملية إيه الحقيقية. وده بعد ما تم تهريب جزء كبير قوي من المجموعة واستخرجوا لهم جوازات سفر سودانية للبقية المتبقية حتى يتم تنفيذ عملية الاغتيال للرئيس مبارك. أما بقى عن الأشخاص المشاركين في تنفيذ الاغتيال، عملية الاغتيال للرئيس مبارك، فهم كانوا كالآتي: واحد مصطفى أحمد حسن حمزة، وده مصري معروف بأبو حامز أبو حازم، وده رئيس الجماعة الإسلامية بمصر وقائد العملية. نمرة 2 صفوت حسن عبد الغني، ده اسمه الحركي رابح، وده مصري برضه وعضو الجماعة الإسلامية، وتم إخراج جواز سفر سوداني له باسم فيصل محمد إدريس. نمرة 3 أحمد سراج، وده مصري وعضو الجماعة الإسلامية، وتم استخراج جواز سفر سوداني له باسم فيصل علي لطفي. الشخص الرابع بقى هو عبد الكريم عبد الراضي أحمد، واسمه الحركي ياسين، وده مصري وعضو في الجماعة الإسلامية. نمرة 5 العربي صديق حافظ، وده اسم الحركة خليفة، وده مصري وعضو الجماعة الإسلامية. نمرة 6 ده ملازم أمن الطيب محمد عبد الرحيم، وده في جهاز الأمن الداخلي في إدارة العمليات في السودان طبعا. نمرة 7 عبد الله الجعلي، وده سوداني برضو ويعمل في الوكالة الإسلامية للإغاثة، عشان كده قلنا الوكالة الإسلامية للإغاثة متورطة، وده عضو بالأمن الشعبي. ثم نمرة 8 محمد الفاتح يوسف، وده سوداني ويعمل بالوكالة الإسلامية للإغاثة، وده عضو بالأمن الشعبي. نمرة 9 بقى تاج الدين بانقا محمد أحمد، وده سوداني وده عضو بالأمن الشعبي. نمرة 10 عبد القدوس القاضي، وده اسم الحركة محمد، وده مصري بقى عضو بالجماعة الإسلامية. نمرة 11 مصطفى عبد العزيز محمد، وده مصري وكنيته ده معاه جنسية تركية، وده عضو بالجماعة الإسلامية. شريف بقى عبد الرحمن، وده مصري نمرة 12 وكنيته عمر، وده عضو بالجماعة الإسلامية. نمرة 13 عبد الهادي مكاوي، وده مصري وكنيته حمزة، وده عضو بالجماعة الإسلامية. تنفيذ الخطة بقى على أرض الواقع. عندما وصلت سيارة الرئيس مبارك إلى الصينية الرئيسية اللي أشرنا إليها سابقا، تم إطلاق النار عليها، ولكن العربة طبعا كانت مصفحة ولم تصل أسلحة مضادة للدبابات، ده ربنا بقى، ولم تصل أسلحة مضادة للدبابات لتعطل العربتان التي تحملها بالأحراش، وتم تبادل إطلاق النار عليها، فقتل أحد المهاجمين وتم إصابة 2 تانيين، وفشلت العملية ورجع حسني مبارك القاهرة واتهم الحكومة السودانية بمحاولة اغتياله. نيجي بقى لنتائج عملية الاغتيال السودانية. نتائج عملية الاغتيال ديت: نمرة 1 تم القبض على 3 من العناصر المنفذة بواسطة المخابرات الأثيوبية، وتم الحكم عليهم بالإعدام.
وتم قتل 5 من أعضاء الجماعة الإسلامية من منفذي العملية بعد ذلك في عملية القبض عليهم بواسطة المخابرات الأثيوبية بعد تبادل إطلاق النار معهم، وتم تهريب بقية المجموعة للسودان. من اللي هربها بقى ومن اللي وداها ومن اللي عملها ده شيء لحد دلوقتي مش معروف رسميا، لكن معروف بطريقة غير رسمية. وبعد ذلك بقى أمر الترابي بضرورة إبعاد المصريين المشاركين في العملية من السودان، وتم تكليف الدكتور غازي صلاح الدين وزير الدولة السودانية بوزارة الخارجية في ذلك الوقت باستخراج جوازات سفر دبلوماسية ليهم ومغادرة هؤلاء الأشخاص إلى إيران. وهناك تم تكليف قطبي مهدي اللي هو السفير السوداني بإيران بالتنسيق مع جهاز المخابرات الإيراني بالقيام بتسهيل سفر المجموعة إلى كوالالمبور ليسافروا بعدها إلى أفغانستان، وثم يتم إصدار جوازات سفر سودانية جديدة لهم بأسماء مختلفة. يعني المشاركين على أرض الواقع للتنفيذ السودان وإيران ومن تاني يا ريس، واخد بالك، وأفغانستان ومين تاني؟ مين بقى اللي مثل الخطة؟ مين بقى؟ هل في بريطانيين؟ هل في أمريكان؟ هل في فرنسيين؟ هل في إسرائيليين؟ هل في كل الحاجات دي المخابرات المصرية توصلت ليها. برجاء الضغط على الاشتراك باللون الأحمر والجرس حتى يتسنى لي الاستمرار في العمل. نقطة. مع الشكر الخالص لسيادتكم.